أبرز دعاة جماعة الأحباش الذين يظهرون على شاشات التلفزيون، وأريد ذكر أسمائهم للحذر منهم. 1. أحمد خليفة. 2. زيد المصري. 3. خالد ملكاوي. 4. عبد الكريم شجيفات. 5. عبد الله المشاقبي. 6. وليد السمامة. 7. إبراهيم حداد. 8. إبراهيم عكاس. 9. محمد عواد. 10. فراس المجالي. 11. مهند الحمود العربية. 12. نبيل السعدي، وهذا مدير الفرقة الهاشمية للإنشاد. وكما تعرفون الداعية علا السري سليمان، والداعي الحبشي محمد عميرات. وهناك كتاب يوافقون أفكار الأحباش على عقيدته الباطل، وهو الكادي كميل حوامدي، والدكتور سعيد فودي، والدكتور محمد سعيد حوا، الذين يوافقون بعض أفكار الأحباش.